معايا؟ During the opposite figure, the horizontal component of the displacement covered by Superman جايب. ادي الهورايزونتال وادي السوبرمان ماشي في هذا الاتجاه. والديسبيسمنت بتاعته 10 meters في هذا الاتجاه. الاتجاه ده اللي هو قد ايه؟ عباره عن 30 ديجري لتحت. كويس كده؟ طيب بيقول ايه هو الهورايزونتال كومبوننت كفرد باي باي سوبرمان؟ يعني عايز ايه؟ يعني عايز ايه يا سعد؟ عايز ايه هنا في السؤال؟ اذا كان ده السوبرمان ماشي في هذا الاتجاه، طبعا كلنا فاتحين الكتاب ولا مش فاتحين لسه؟ انا فتحته. كويس. 100 page 110 question 43. كويس كده؟ طيب فبيقول ان السوبرمان ماشي في هذا الاتجاه 10 meters وعايز يعرف الهوريزونتال كومبوننت بتاعته. يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه بالظبط دلوقتي يا جانا؟ قولي اعمل ايه يا جانا؟ هعمل 10 sin 30. هتعملي 10 sin 30. 10 sin 30 ده هيديني ايه؟ هيديني الهوريزونتال كومبوننت ولا الفيرتيكال كومبوننت؟ الاوبوزيت. هيديني الاوبوزيت. هو عايز الاوبوزيت؟ لا هو عايز الهورزونتال. لا برافو عليك، يبقى دي مش مطلوبه، انما مطلوب 10 كوزاين ايه؟ 30 بالظبط. خلصنا السؤال اللي بعده. question number 60 بيقول in the opposite figure a scalar product for the two vectors f capital and r small equals، وكاتب وعامل coordination الهوريزونتال والفيرتيكال، وكاتب ان الاف كابيتال عباره عن 32.8، وكاتب ان الانجل بتاعته 180 في هذا الاتجاه، وكاتب ان الار سمول عباره عن 17.3 سنتيمتر، ده نيوتن وده سنتيمتر في هذا الاتجاه، والاتجاه ده عباره عن ايه؟ عباره عن 132 انجل 132. السؤال بيقول السكيلر برودكت محتاج السكيلر برودكت ومديك فيكتور فورس وفيكتور ديسبيسمنت، ومحتاج اضرب الفورس في الديسبيسمنت واطلع بالسكيلر برودكت بتاعهم. هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها ايه؟ هقول ان السكيلر برودكت بتاعهم اللي هو الورك عباره عن ايه؟ سكيلر، يبقى مش فيكتور. يبقى هعمل اول حاجه هاخد الماجنيتيود بتاع الفورس، الماجنتيود بتاع الديسبيسمنت مضروبه في كوزاين ولا ساين؟ فكروني، السكيلر بيبقى كوزاين ولا ساين؟ ساين. ساين ولا كوزاين؟ ساين وكوزاين ايه؟ خليني معاكي. هناخد الاولانيه الاف هنضربها في الديسبيسمنت، هنضربها في ساين ولا كوزاين، وايه بالظبط اللي ساين ايه؟ بسرعه، ساين او كوزاين ايه؟ كوزاين الزاويه، صح كده؟ انهي زاويه؟ الزاويه دي ولا الزاويه دي ولا الزاويه اللي بينهم؟ لو قلنا مثلا دي ثيتا، الزاويه بتاعت ثيتا. برافو عليك، اللي هي بينهم بين الفيكتور بتاع الفورس والفيكتور بتاع الديسبيسمنت. اقدر اجيب ثيتا دي ازاي يا اولاد؟ مش الزاويه دي كلها توتالي كده 132؟ كويس. طيب انت عارف ان دي 90 ديجري ولا مش عارف؟ عارف. كويس، شيل منها 90 ديجري يتبقى كام؟ يتبقى 42، صح ولا لا؟ صح. يبقى اهو هنعمل، انا دلوقتي هنضف كده عشان ما تلخبطش انت. يبقى انا عندي هنا كام؟ 42، وهنا 180، وانت عارف برضو ان دي 90 ديجري، صح كده ولا لا؟ صح. دي شيل ال 90 ديجري هيتبقى منها كام؟ طب انت عارف ان هي التوتالي كلها عباره عن 90 ديجري، يبقى الثيتا بكام؟ الثيتا هتكون ب 90 ديجري ماينس 28 ماينس 42 هتبقى بكام؟ 10 7 20، صح كده يا اولاد ولا مش صح؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان الثيتا ب 20 ديجري. السؤال بقى في السكيلر برودكت، باخد الماجنتيود بتاع البرودكت بتاعت الفيكتور الاولاني والماجنتيود بتاع الفيكتور الثاني، بضربهم في ساين ولا كوزاين؟ يبقى كوزاين 20. طيب اف بكام؟ ب 32.8. الديسبيسمنت بكام؟ ب 17.3. يبقى كده احنا ممكن نحصل على الاجابه. يلا انا حاسبه بسرعه كالكوليتر وتقدروا تجيبوها كده، عرفنا نحل مساله. مساله كده صعبه ولا سهله؟ هنقول ان 32.8
by 17.3 كوزاين 20. ادي المساله ببساطه. وطبعا ما ننساش في الاخر الميجرنج يونت هتكون نيوتن سنتيمتر. نيوتن سنتيمتر. خلصنا المساله, خش على بعدها. النهارده لو ما حلناش 20 مساله تبقى غلطانين. ناخد في حاجه اللي هي الصفحه بيج 114 ده البيج. والكويستشن نمبر خلينا في الاساي كويستشنز. الاساي كويستشنز دي بمحتاجها ان احنا ناس تتناقش مع بعض من الحاجه اللي احنا فاهمينها. ناخد مثلا كويستشن نمبر 3 اللي بيقول why does the subtraction of two vectors the subtraction of two vectors equal to zero. امتى لو عندي فيكتور a minus vector b equal to zero, it means ايه يا جماعه؟ ده معناه ايه؟ ان a و b equal, ان a equal b كماجنتيود وكانجل, صح كده ولا لا؟ صح. والا عمرهم ما هيكونوا والا عمرهم النتيجه ما هيكون بزيرو. The magnitude of two of the vector product of two vectors equal to the magnitude of their dot product. اوبا, بيقول ان لما عندي say vector A وعندي vector B, بيقول ان A dot B equal الماجنتيود equal, طبعا ده كسكيلر برودكت هو كده كده سكيلر, فهينزل هننزل ماجنتيود, بيبقى كفيكتور برودكت كماجنتيود برضو بي. امتى ده يساوي ده؟ امتى ده يساوي ده؟ امتى الاثنين دول يساوي بعض بسرعه؟ لما يكون على انجل واحده. قربت, صح, برافو عليك. بس انهي انجل بالظبط؟ انهي انجل في الدنيا اللي تخلي الاثنين دول قد بعض؟ 180. لا, لو كنت بصيت على الفيديو بتاع الساين والكوزاين لا شرحته قبل كده, بس ده كان بس ده كان حاجه انريتشمنت. لو كنت اتفرجت عليها مش اتفرجت عليها اتفرجت عليها امبارح. انهي زاويه في الدنيا اللي الساين بتاعتها قد الكوزاين بتاعتها؟ مش الدوت برودكت ده عباره عن A دوت B او A ملتبلايد B كوزاين ثيتا, مش ده الدوت برودكت؟ ايوه. والفيكتور برودكت الماجنتيود بتاعه عباره عن A ملتبلايد B ساين ثيتا, ده كماجنتيود, صح كده ولا لا؟ ادي الاي مع البي والاي مع بي. امتى كوزاين ثيتا تساوي ساين ثيتا؟ لما ثيتا بتكون بكام؟ هي ثيتا واحده في الدنيا اللي ساينها قد كوزاينها. تخيلوا هي كام بسرعه؟ 90. قولي يا ايه. لا 45. حبيبي لو كنا بصينا على الفيديو بتاع الساين والكوزاين, مش قلنا ان احنا لما يكون عندنا انجل والثيتا اهي, قلنا ان الاسقاط اللي تحت دوت المنطقه دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الكوزاين. وقلنا ان المنطقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الساين. امتى امتى ان الضلع ده يساوي الضلع ده او الضلع ده يساوي الضلع ده؟ ببساطه لما الانجل دي تساوي الانجل دي. وامتى الانجل دي تساوي الانجل دي؟ اذا كان التوتال كله 90 يبقى امتى بيساوي بعض؟ اكيد 90 على الاثنين عشان الاثنين يساوي بعض, يبقى هي 45 مفيش غيرها. كويستشن نمبر 4 نفس البيج, بيج 140 زي ما احنا و14 ده البيج. والكويستشن نمبر 4 في الاي سي كويستشنز, في الاي سي كويستشنز بيقول كويستشن نمبر 4 is it possible for the magnitude of a vector to be negative value? Explain. Is it possible for the magnitude of a vector to be a negative value? Explain. اتفضلوا يلا قولوا لي الكلمه, قولوا لي يا جنى, هل بوسيبل ان الماجنتيود بتاع الفاليو يكون نيجاتيف, الماجنتيود بتاع الفيكتور يكون نيجاتيف؟ واكسبلين مستر, انا مش فاهم السؤال. بيقول يا سعد ايه؟ بيقول يا سعد ايه؟ ان لو في فيكتور واتفر رايح فين, رايح اسكندريه, رايح الشرقيه, رايح هنا, رايح, مش مشكله رايح فين, مش مشكله, مش مشكله. المهم يبقى انا دلوقتي بتكلم على الاتجاه, يهمني الاتجاه دلوقتي ما يهمنيش, خلاص. امال يهمني ايه؟ يهمني مقداره, تقله, تخين بقى مكلبز ولا رفيع, الماجنتيود بتاعه. الماجنتيود, عرفت يعني ايه ماجنتيود؟ انا قلت كذا مره يعني ماجنتيود. الماجنتيود, الماجنتيود اللي هو المقدار بتاعه. ما ينفعش الماجنتيود يكون نيجاتيف ولا ينفع؟ وليه؟ وضح لي, هل ينفع ولا ما ينفعش؟ ببساطه يا جماعه مفيش ماجنتيود بالنيجاتيف,
مفيش ماجنتيود في الدنيا بالنيجاتيف، مفيش فيزيكال كوانتيتي بالنيجاتيف، فقط الدايركشن هو اللي ممكن يبقى يمين او شمال. فاذا كنا اعتمدنا ان اليمين او الرايت او الليفت بتاعنا او اي اتجاه هو البوزيتيف، فاكيد الاوبوزيت بتاعه هو النيجاتيف. لكن كم ماجنتيود، الماجنتيود ما ينفعش يكون نيجاتيف. ناخد السؤال رقم، بيقول السؤال ايه: the opposite figure represent five vectors of the same magnitude. يا سلام، five vectors of the same magnitude، كويس قوي. وبعدين بيقول so بيقول so which of the following mathematical relation is correct. هو رسمهم، بس خلينا نعمل representation للfive mathematical relations. بيقول ان الدوت برودكت لA B equal الدوت برودكت لA C. خدوا بالكم الحاجة ان السؤال ده راس السؤال بيقول ايه: choose two correct questions, two correct answers, two correct answers. كويس كده، محتاج اتنين اجابة صح. اول حاجة A dot B equal A dot C. التاني بيقول A dot C. التاني بيقول A dot B equal A dot E. فكروا في الإجابة بسرعة يا جماعة وأنا بكتب. ده الـ A، ده الـ B، C، A dot D less than zero. مستر اتفضلي يا بابا. مستر هي معلش عشان نسيت معناها إيه A dot B؟ dot product A B cosine. شكرا يا مستر. افتكرتي ولا لسه؟ افتكرت. طيب إيه، ربنا يعينك والله. A dot E greater than zero، greater than zero. وهنا دي A dot B less than zero. تقدروا تقولوا لي انهي إجابة صح؟ هو هنا كاتب ايه؟ ال B وال E كستريت لاين على قصاد بعض، وكاتب ال C وال D ستريت لاين قصاد بعض، وكاتب ال A في النص، وكلهم نفس اللينث، اللينث او الماجنتيود، كلهم نفس الماجنتيود. يعني ايه؟ يعني ماجنتيود دي ايكوال ماجنتيود A ايكوال ماجنتيود B ايكوال ماجنتيود C A B C D E ايكوال ماجنتيود E، كلهم كماجنتيود بيساووا بعض. هنا دي ثيتا 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 ثيتا، ادي تقسيمه الانجلز بينهم. السؤال بقى انهي ماثيماتيكال ايكويشن او ان ماثيماتيكال ريليشن از كوريكت. انا محتاج اثنين ماثيماتيكال ايكويشن يكونوا صح. يلا ناخدهم واحده واحده لو سمحتوا، ايه رايكم؟ يلا ناخدهم واحده واحده. A dot B dot كماجنتيود A dot B equal كماجنتيود A dot C، ماشي. طيب الثيتا اللي بين ال A وال B، اللي بين ال A وال B هي ثيتا، واللي بين ال A وال C، اللي A وال C هي ثيتا. يبقى ثيتا وثيتا نفس الزاويه اللي بين التو فيكتورز A و B، ونفس الزاويه اللي بين التو فيكتورز A و C. يبقى كوزاين دي هو هو كوزاين دي، يبقى الريليشن دي مقبوله ثيتا. السؤال الايكويشن دي تيبيكال الايكويشن دي ولا لا؟ ايه هي الايه ولا مش هي؟ الماجنتيود مش هو هو؟ ايوه. طب الماجنتيود بتاع البي هو هو ماجنتيود السي؟ لا. الماجنتيود بتاع البي هو هو ماجنتيود السي؟ هو هو. الثيتا هي هي الثيتا؟ يبقى كوزاينها هو هو كوزاينها؟ ايوه. يبقى ايه دوت بي فعلا ايكوال A dot C. تمام، عرفت جت منين؟ تمام. طيب تعال ناخد العلاقه اللي بعدها. A dot B ايكوال A dot E. فين ال A dot B؟ ادي ال A dot B، ماشي. فين ال A dot B؟ طيب بيقول انها بتيكوال A dot E. فين ال A؟ ادي ال A. فين ال E؟ ادي ال E. اوبا، ثانيه واحده بقى كده، ثانيه واحده كده. واضح قوي، واضح قوي. انا اخده كده زي كوبي، ادي البي ماشيه في الاتجاه ده، وادي الايه ماشيه في الاتجاه ده، وان الانجل اللي بينهم عباره عن ثيتا، بس اكيد مختلفه تماما عن الاي دوت اي. ليه؟ لان الاي بص ماشيه فين؟ ماشيه في الاتجاه ده. ده معناه هل بالعقل كده بالشكل حتى الانجل ثيتا دي اللي بين الاي والبي قد الانجل اللي معرفش قيمتها كام اللي بين الاي والاي؟ هل الفا ايكوال ثيتا ولا الفا اكبر؟ الفا اكبر.
بكتير. يبقى مبدئيا كده كوزين الفا قد كوزين ثيتا ولا مختلف؟ مختلف. وبالتالي ال A dot B not equal A dot E, ودي اجابه خاطئه. A dot D less than zero. A dot D less than zero. تعال نشوف A dot D. ادي ال A dot D. يا جماعه الدوت برودكت هو ايه؟ هو تأثير كل بدرس تأثير كل فيكتور على الآخر، صح ولا لا؟ الواضح إن لما أضرب two vectors ماشيين في اتجاه بعض، ماشيين مش في اتجاه بعض، إنما قريبين مع بعض، زي بالظبط لما أضرب two vectors متخانقين مع بعض. تاني، مين أقرب للنتيجة الكبيرة اللي بتعظم اللي بتزق بعضها؟ مين الأقرب؟ الاثنين فيكتور دول لو ضربتهم في بعض ولا الاثنين فيكتور دول لو ضربتهم في بعض؟ مين اللي هيعظموا بعض ويزقوا بعض؟ مين؟ النموذج ده ولا النموذج ده؟ اللي على اليمين. اللي على اليمين، برافو عليك. يبقى الدوت برودكت مين ده اللي هيأثروا مع بعض وهيزقوا بعض وهيكملوا بعض، مش كده ولا ايه؟ صح. كويس، اذا ده هيكملوا وهيزقوا بعض. انت ماشي في الاتجاه ده انا هزق معاك، وانت ماشي في الاتجاه ده انا هزق معاك، مش هشدك واخرك لورا، انا هزق معاك ولا هاخرك. أنا واحدة بتقول صح؟ السي يا مصر. Question number 8 page 118 بيقول in the opposite figure the force F is the resultant of two forces Fx and Fy. ادي ال Fx and Fy، وبيقول ان الانجل مع الفيرتيكال عاملة 30 degree، حيث ده الفيرتيكال ده عبارة عن اتجاه الواي وده اتجاه الاكس اكيد، وطبعا ده اتجاه الفورس بتاعتي، وبيقول ان الانجل دي 30 ديجري. طيب هنا دي بسميها اف. السؤال هل الكومبوننت الواضح يا جماعه باللوجيك، انا هنا عندي كومبوننت اف واي وعندي كومبوننت اف اكس، السؤال بيقول احنا عايز ناس فاهمه مش ناس حافظه. يا سعد انت اللي هتحل السؤال ده، خد بالك. السؤال بيقول ان الاف اكس هل بيسأل هو الـ fx هل less than الـ fy والـ fy less than f f اللي هي الـ resultant، ولا الـ fy less than fx less than f resultant، ولا الـ f resultant less than fy less than fx، ولا الـ d بيقول ال fy less than f less than fx؟ مين الصح؟ الاف is الاصغر، بنبقى من الاصغر احنا ماشيين كده الاكبر الاكبر، صح كده؟ صح. حلو 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 قوي حلو قوي. هو ابتدى هنا مره، ابتدى مره قال لك ان ال fx هو اصغر حاجه، ومره قال ان ال fy هو اصغر حاجه، ومره قال ان ال f هي اصغر حاجه، ورجع قال ان ال fy تاني هي اصغر حاجه. انا بس قبل ما اخد وقتي واضيع وقت امتحان، مين هنا اصغر واحد؟ الاف ولا الاف اكس ولا الاف واي؟ الاف اكس. الاف اكس. هل هنا مين هنا الاف اكس اصغر واحده؟ دي في دي اف اكس؟ لا. دي اف اكس؟ لا. دي اف اكس؟ لا. دي اللي اصغر واحده. انا كده حليت بالاي كيو، ما حليتش بالفيزيكس. طيب تعالوا نحل بالفيزيكس. الواضح ان دايما الهايبوتينيوس اكبر ضلع في مثلث الرايت انجل، مش كده ولا ايه؟ طيب اذا هو اكبر واحد يبقى لازم الاف كريزلتنت يكون اكبر حاجه، يبقى عندي الاجابه يا اما ده يا اما ده، لكن ده لا ده لا. بعديه عشان الزاويه دي 30 مايله اكتر ناحيه الفيرتيكال، فبالتالي كومبوننت الفيرتيكال هو الاعلى وهو الاقوى، عشان كده الريزلتنت مايل ناحيه الفيرتيكال. عارف لو الاكس هي الاكبر كانت تشد الريزلتنت ناحيتها، لكن الواي عشان اقوى فشدت الريزلت ان هي ناحيتها هي. المهم اذا بعد الاف يجي الاف واي اهو مش الاف اكس، يبقى الاجابه دي غلط، يبقى الاجابه دي صح، يبقى هي دي جبتها لك من هنا صح وجبتها لك من هنا صح. جانا اختار سؤال بسرعه يا جانا. مثل من نفس البيج؟ نفس البيج. كويستشن نمبر؟ لا انا بسال يعني اختار من نفس الصفحه. من اي حاجه، من اي حته، يلا. طب انت مستر قول لي اي سؤال. حضرتك اختار لي اي سؤال. الله لا اوريك. 116 question number 5 محتاج 2 correct answers، محتاج 2 correct answers.
السؤال بيقول فيكتور A has a horizontal and vertical component of 3 units and 4 units respectively. يبقى عندك فيكتور A عنده 3 units و 4 units للهورايزون والفيرتيكال. يبقى هنا 3 وهنا 4 ده الفيكتور A. هنا 3 units وهنا 4 units ده اللي هو قاله. And vector B has a horizontal and vertical 6 and 8. وفيكتور B 6 and 8. الله ده واضح ان هو تحس ان هو مسك فيكتور A وضخمه ضربه في 2. So which of the following relation is correct? A equals 7 units, B 10 units, C A dot B equal 48 units, A dot B equal 0. ده انت مفتري قوي. و A كماجنتيود, ماجنتيود A كروس B او A مضروبة multiplied كفيكتور في B equal 0. which one is, which two is correct? ها يلا هنعمل ايه, هنعمل ايه, هنعمل ايه, يلا هنعمل ايه. هي ايه مش هينفع. ليه مش هينفع بسرعة جدع, برافو. ليه 16 plus 9 equal 25. يبقى يبقى هي بكام قيمته الحقيقية؟ 5 صح كده؟ يبقى مش 7. اما ترفضي ارفضي, ارفضي على قيمة وارفضي على, طالما اداكي قيمة, طالما اداكي قيمة رد عليه بقيمة. فاهمة حبيبتي فلسفة الرد؟ فهمت كويس. ما اداكيش هو برنسبل عشان ترد عليه ببرنسبل, اداكي قيمة قول له لا معلش ثانية واحدة رد عليه بايه؟ بقيمة. اوكي فالاي ايكوال 5 ده مبدئيا. يلا البي ايكوال 10. ها الاي ايكوال 5 البي ايكوال 10؟ لا لا 36 ب 64 ايكوال كام؟ 100 تحت الروت ايكوال 10. مش ملاحظه ان الاي سكيلد باي 2, يعني مش ملاحظه ان البي ما هي الا ان الاي سكيلد 2 تايمز. مش ملاحظه اكستندد دبلد حصل مسك الاي وعمل لها الدبل وسمى الدبل بي. ليه مسك ال 3 يونت دبلت بقت كام؟ 6. مسك ال 4 يونت اند دبلت بقت كام؟ 8. سو الهايبوتينيوس شود بي دبلت صح ولا لا؟ يبقى هو كمان 10. اذا كانت دي 5 يبقى دي 10, يبقى دي اجابه صح. اللي بعده A دوت بي ايكوال 48 يونتس. عارفين A دوت بي يعني ايه؟ اهو A ها دوت بي معناها 5 ملتبلاي 10. ما احنا قلنا بقى 5 خلاص صح كده, قلنا بي 10 صح كده. كوزاين الانجل اللي بينهم, هي الانجل اللي بينهم كام؟ الانجل اللي بين A و B كام؟ 45. اللي بينهم, اللي بينهم مفيش انجل, زيرو. بس كده برافو عليكي. كوزاين زيرو بكام؟ كله هيبقى ايكوال 50. كوزاين زيرو بواحد يبقى كله هيبقى 50. يبقى دي صح؟ لا لا غلط. ايه دوت بي ايكوال 0؟ لا غلط, احنا جبناها 50 طبعا. لا ايه كروس بي ايكوال 0؟ ايه صح. ليه لان ما عملفيش اريا بينهم. مش احنا قلنا ان الفيكتور برودكت هو عباره عن انا بحسب اريا. انا لو جبت ادي ريكتانجل بس مسكت الانجل ده تانيته اكتر, تانيته كده اكتر, هيبقى عامل كده خلاص. اذا الاريا دي الاريا نمبر 1, الاريا نمبر 2, مين اللي اكبر اريا 1 ولا اريا 2؟ وهي هي نفس الايه, خدي بالك نفس اللينث ونفس الويث نفس الحاجه, بس مسكت ده ها نزلته كده. مين الاكبر اريا 1 ولا اريا 2؟ اريا ايه؟ اريا 1 صح كده. طب هننزله اكتر واكتر هيبقى عامل كده. طب هنقيمه اكتر واكتر واكتر هيبقى مطابق الاثنين نايمين على بعض ايه وبي, بس واحد اصغر من الثاني كده. الاريا دي بزيرو ولا مش بزيرو؟ زيرو. ودي في حالتنا فعلا الاي مطابق على البي, فالاي اللي بينهم زيرو. يبقى الاجابه الصحيحه بي واي. يا رب يكون النهارده كده الاسئله شافيه وكافيه ليكم. محتاجين اي اسئله ثانيه يا اولاد؟ لا يا استاذ, جزاك الله خير. الله يحفظك يا رب.